السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، میرے محترم بھائیوں اور میری معززات ماؤں اور بہنوں، میں راکیہ ٹی وی اوفیشل سے آپ بہن بھائیوں کو ویڈیو دم آج ریکارڈ کروا رہا ہوں. یہ جو دم ہے، ایسے میرے بہن بھائی جن کے ساتھ جادو کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا گیا اور بڑے بڑے طاقتور جنات ان پر مسلط کیے گئے جو انہیں دن رات تکلیف دیتے ہیں، ان جنات کو جلانے کا، تباہ کرنے کا یہ طاقتور رکیہ ہے، دم ہے. بس آپ میرے بھائیوں نے باوضو ہو کر اس رکیہ شریعہ کو سماعت کرنا ہے، سننا ہے. انشاءاللہ اس کے سننے سے آپ کے جسموں میں طاقتور جادو ہے، تعویذ ہیں، جنات ہیں، ظالم ہیں، ظلم کرتے ہیں، سارے قتل ہو جائیں گے، مارے جائیں گے جنات انشاءاللہ. میں ان جنات کو تین بار اللہ کے نبی کے کہنے پر کہتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے میرے ان بہن بھائیوں کے جسموں کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ. میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کا حکم سناتا ہوں کہ ان میرے بہن بھائیوں کے جسموں کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ. میں تمہیں اللہ اس کے رسول کا حکم سناتا ہوں، اے جنات کی جماعت، تم تابعہ دار بن کر، فرما بردار بن کر میرے ان بہن بھائیوں کے جسموں کو چھوڑ کر چلے جاؤ، ورنہ اس دم کی برکت سے تمہیں مار دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا. ہم ذمہ دار نہیں ہیں آپ کے قتل کے، جلنے کے. آپ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کریں گے اگر آپ نے ہماری بات نہ مانی. تو توجہ سے سن لیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب إذ يرون العذاب العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب وأن الله شديد العذاب وأن الله شديد العذاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار ومأواهم النار ومأواهم النار ومأواهم النار ومأواهم النار ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين وبئس مثوى الظالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم مأواهم جهنم مأواهم جهنم مأواهم جهنم مأواهم جهنم وساءت مصيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم
كتابا من السماء فقد سألوا موسى موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك واتينا موسى سلطانا مبينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا إلا طريق جهنم إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين 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 الظالمين الظالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وماواه النار وما للظالمين من أنصار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وقال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياتي تستكبرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا قوم اعملوا على مكاناتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون
ضربت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونادى أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعد ربنا حقا فوجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم عذابا شديدا مهلكهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا تستعجل منه المجرمون. أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به فأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط
وهم لا يظلمون 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 وهم لا يظلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوحي إلي إلى وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. وصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويهل عليه عذاب مقيم عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قلنا اعمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معذر يا بني اركب معنا ولا تكن من الكافرين. قال سامي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله آج کوئی نہیں بچے گا اللہ کے حکم کے بغیر. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وقيز الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. وقيل بعدا لقوم الظالمين وقيل بعدا لقوم الظالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها فقائم وحصيد. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما غنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمرنا أمر ربك وما زادهم غير تتبيب. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرآن